بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هاتان الآيتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا، فأراد أن يستفزهم من الأغراق من الأرض، فأغرقناه معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الآية. يقول تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا القرآن العظيم أنزله الله جل وعلا مبينا للحق، مكملا للواجب على العباد أن يعلموه. الحق جل وعلا أنزل الحق وحده وجعله عبرة وحجة على الخلق أجمعين. وبالحق أنزلناه، فالله جل وعلا أنزل الحق على لسان جبريل عليه السلام، ما جاء بباطل وما جاء بشك، وإنما نزل بالحق المبين. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أي يا محمد، إنما أرسلناك مبشرا لمن أطاعك بالجنة، ونذيرا ومنذرا لمن خالفك بالنار. فمن أطاع الله ورسوله استحق دخول الجنة، ومن عصى الله ورسوله استحق دخول النار. وما أرسلناك إلا مبشرا، البشارة الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة، والنذير المخوف، أرسلناك نذيرا مخوفا لمن عصاك بالنار. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقرآنا فرقناه وفرقناه قراءتان. وقرآنا فرقناه وفرقناه قراءتان سبعيتان. وقرآنا فرقناه جعلناه مفرقا واضحا بينا، لا ينزل نفعة واحدة. وقرآنا فرقناه فصلناه وأخذناه من اللوح المحفوظ وأنزلناه جملة واحدة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه للناس على مكث على مهل وتأمل، بدون عجلة وبدون أن يكون هناك تداخل بينه، بل هو مفرق. قرآنا فرقناه لتقرأه على مكث على مهل لتعلمه وليعلمه العباد المطلوب منهم.
ونزلناه تنزيلا. نزل الله القرآن تنزيلا على محمد صلى الله عليه وسلم لئلا يشتبه على الخلق ولا يشكل على أحد، ونزلناه تنزيلا. لم ننزله دفعة واحدة، بل هو تنزيل حسب الوقائع وحسب الحاجة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد: إنه بالحق نزل، أي متضمنا للحق، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، أي متضمنا علم الله، الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله وبالحق نزل، أي ونزل إليك يا محمد محفوظا محروسا، لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. وقوله وما أرسلناك أي يا محمد إلا مبشرا ونذيرا، مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. وقوله وقرآنا فرقناه، بالتخفيف ومعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء إلى بيت العزة. فرقناه فيها قراءتان، فرقناه وفرقناه، القراءة المشهورة فرقناه فصلناه من اللوح المحفوظ، والقراءة الثانية بالتشديد فرقناه. وقوله وقرآنا فرقناه بالتخفيف ومعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما في 23 سنة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الكلام روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم عباس، وقيل لا يصح هذا الكلام، فهو ينزل من الله جل وعلا حسب الحاجة، ولا ينافي هذا القول الأول، فهذا دليل على سعة علم الله جل وعلا، وأن القرآن مشتملا على ما سيسأل عنه العباد، وأنه ينزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع وحسب الأحوال، فالله جل وعلا أنزله بعلمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فرقناه بالتشديد، أي أنزلناه آية آية مبينا مفسرا، ولهذا قال لتقرأه على الناس، أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مكث، أي مهل، ونزلناه تنزيلا، أي مهل عدم عجلة. تقرأه على الناس على مكث، أي مهل، 23 سنة. نزل القرآن مفرقا، وكله نزل جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ، ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، بل حسب الوقائع وحسب الحاجة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالله جل وعلا يعلم متى سينزل هذه الآية ومتى سينزل هذه الآية، علم مسبق عند الله جل وعلا. لتقرأه على الناس، أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مكث، أي مهل، ونزلناه تنزيلا،
شيئا بعد شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: وجدت نجاسة في ثيابي عندما أردت الوضوء للمغرب، فلا أدري أكانت قبل العصر أم بعد العصر، فماذا أفعل؟ ليس عليك شيء أخي، ما دمت توضأت لصلاة العصر فوضوءك صحيح، وإن كانت النجاسة معك قبل المغرب قبل العصر أو بعده فلا يضيرك ذلك، لأن الله جل وعلا علم أنه سيعذرك عن وجود النجاسة قبل العصر فعذرك الله جل وعلا فيها. يقول السائل: ما حكم من يدخل المسجد وفي جيبه دخان، وهل هو نجس؟ هذا عليه على قولان للعلماء رحمهم الله، إن كان نجس فلا يجوز أن يدخل به المسجد بل يخرجه قبل وقت الصلاة، وإن كان غير نجس فلا بأس، والأولى للمسلم أن لا يدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد بالنجاسة، ينزه الصلوات الخمس أن يقترن فيها بنجاسة. يقول السائل: أنا سائق أجرة، وتارة قد تستأجرني المرأة لوحدها إلى حيث تقصد، فهل بهذا يعد خلوة بها؟ لا تجوز الخلوة بالمسلم مع المسلمة، لا يجوز ذلك، فإذا خلوت بها فاستغفر وتب إلى الله جل وعلا ولا تعد لذلك، وأما ما دمت لم تخلو بها فلا بأس عليك بقيادتها إلى المكان الذي تريده. يقول السائل: هل يجوز مشاهدة مباريات كرة القدم الأوروبية؟ لا يجوز للمسلم أن يذهب وقته في مشاهدة الكرة ولا غيرها، سواء كانت الكرة أوروبية أو للمسلمين أو للعرب، لأن الكرة ضلال، وترك واستعمالها في غير طاعة الله جل وعلا لا يجوز للمسلم، وخاصة إذا انشغل فيها في معصية الله جل وعلا، فلا يجوز للمسلم، وعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول نعم للعمرة طواف وداع لأنها كالحج، وبعضهم يقول لا ليس لها طواف وداع، فلا يلزم المعتمر أن يطوف للوداع لأنه ما خرج عن مكة حتى يودع إلا عند الخروج النهائي فهو على عهد قريب بالمسجد الحرام، فلا يلزمه طواف وداع. يقول السائل: جئت من الجزائر وأريد أن أعمل عمرة لخالي الميت، فهل يجوز لي ذلك؟ يجوز لك كذلك أن تعتمر لأي مسلم سواء خالك أو غيره، يجوز لك أن تعتمر عن أي مسلم أردت الاعتمار عنه سواء كان حيا أو ميتا، هذا إذا كانت العمرة في حقه ليست واجبة، أما إذا كانت العمرة واجبة فلا يجوز أن تعتمر عن الواجب أنت مع قدرته على أداء الواجب بنفسه، فإن قدر على أداء الواجب بنفسه ولزمه ذلك، وإن لم يقدر فلا بأس عليك. يقول السائل: أنبت أحد إخوتي ليرمي عني جمرة العقبة أو الجمرات في اليوم الثاني علما بأني مشغول بالمشاوير، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء ما دمت لم تستطع
أن ترمي الجمار ووكلت أخاك المسلم الحاج يرمي عنك، فإذا رمى عنك صح ذلك. يقول: أتيت من بعيد وسوف أذهب إلى المدينة، فهل أستطيع أن أحرم بعمرة مرة أخرى من المدينة؟ نعم يا أخي لا بأس، إذا قدمت من المدينة إلى مكة بعمرة عن نفسك أو عن غيرك صح ذلك. يقول السائل: ما معنى وما ملكت أيمانكم؟ ما ملكت أيمانكم ملك اليمين الأمة، إذا كانت ملك لك فلك أن تستحل جماعها والاستمتاع بها مثل الزوجة، أما إذا لم تكن ملك يمين فلا يجوز ذلك. يقول السائل: هل يجوز تقبيل عجوز طاعنة في السن مع العلم أنها ليست من المحارم؟ لا يجوز ذلك، وإنما لكل ساقطة لاقطة، فلا يجوز لك أن تقبل غير محارمك، وإنما لك أن تقرأ عليها أو تنشدها أو تقول لها الكلام الذي تريده، ولا يجوز لك تقبيلها. يقول: هل يجوز لي أن أقرأ على امرأة بالجوال مع وجود أهلها معها؟ لا بأس عليك بقراءتها حتى لو لم يكن معها أهل، لأنك لم تخلو بها وإنما تقرأ عليها القرآن بالجوال، فلا بأس عليك. يقول السائل: هل يجوز شراء الإقامة بغرض التجارة والحج؟ لا يجوز ذلك أخي، لأنك قد تدخل البلاد من لا يرغب في دخوله، فلا يجوز لك أن تدخلها تجعلها وسيلة دخول البلاد بشراء اشتريته أنت. يقول السائل: وجدت امرأة تدخن سجائر في ساحات الحرم فنهرتها بالحسنى، فهل أبين لها أن ذلك من الإلحاد في الحرم أم ليس من الإلحاد؟ لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدخن في الحرم، ولا أن يدخن الدخان مطلقا، لأنه منكر وخبيث وليس بحلال لا في الحرم ولا في غيره، بل يجب على المسلم أن يحذر ذلك ويبتعد عنه، ولا يدخن الدخان لأنه سيء وخبيث وجاء من الكبائر ومن المنقوت شرعبا. يقول: هل يجوز السلام على من يجمع النقود لإقامة الولائم الشركية؟ يجب المناصحة إذا رأيت الرجل يعمل المنكر، فإن انتصح فبها ونعمت، وإن لم ينتصح ولم يقبل فلا بأس عليك أن تهجره، لأنه صاحب معصية. ويقول أيضا: هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يذهب إلى هذه الولائم ويتبع الطريقة التيجانية؟ ما أدري عن هذه الطريقة التيجانية، إذا كانت فيها شرك فلا يجوز لك أن تصلي خلفها، أما إذا كانت خالية من الشرك وإنما فيها معاصي فيجوز لك أن تصلي خلفه، فالصلاة خلف المسلم لا يمنع منها أن يكون فيها مصلحة للمسلم إذا صلى خلفه من لا يتق الله، لا يجوز للمسلم أن يصلي، بل يجوز له أن يصلي خلف الفاسق، كما قال صلى الله عليه وسلم: صل على من قال لا إله إلا الله، وصل خلف من قال لا إله إلا الله. فالمسلم الموحد وإن كان يقترف بعض المعاصي فلا يمنع ذلك من الصلاة خلفه. يقول السائل: اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن أحد أقاربي، فهل يجوز؟
يجوز ذلك ما دام أنه مسلم الذي تريد أن تعتمر عنه، يجوز ذلك. يقول السائل: خطب ابنتي رجل أعجمي رضيت بدينه وخلقه، لكن إخواني يرفضونه ولا يريدون إلا العربي، فما نصيحتكم؟ إذا كان الرجل مسلم يرضى دينه وخلقه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا إذا كان مسلم فيجوز ذلك، وإذا خفت أن يثور فتنة وأن يكون هناك عدم التزام وفتنة بينك وبين هذا الرجل، أو يفتتن به إخوانك فيقاتلونه ويمنعونه، فاحذر الفتنة. فالزواج يجب أن يكون موضع التئام وموضع مودة، فإذا لم يكن كذلك فلا يجوز. يقول السائل: سجلت لقرعة الحج ما يقرب من 8 سنوات ولم تكتب لي، فهل يجوز لي شراء جواز السفر الخاص بالحج علما أنه يهدى ولا يباع؟ نعم يا أخي، إذا كان هدفك الحج فلك أن تشتري البطاقة وتحج مع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم مناظرة أهل البدع أمام الملأ؟ نعم، إذا كان قادرا على ذلك ويستطيع إفحامهم وردهم إلى الصواب فله ذلك، وأما إذا كان لا يستطيع فلا يجوز له أن يظهر بالضعف أمام أهل البدع ويغلبونه إذا كانت عندهم قدرة على المناظرة وليس عنده هو القدرة الكاملة. يقول: استمتع رجل بامرأته وهي محرمة فخرج منها ماء ثم ذهبت وأكملت عمرتها، هل عليها الكفارة؟ إذا استمتع الرجل بزوجته وهي محرمة أو هو محرم فلا يجوز ذلك، وإنما إذا فعل بالفعل فله ذلك حتى ولو خرج منه الماء، ما دام أنه لم ينزل وإنما خرج منه مذي، فالمذي على الصحيح لا يشكل في العمرة ولا يفسدها. وأما إذا كان خرج منه مني فقد أفسد عمرته وعليه إعادتها وعليه تكميلها وقضاؤها مرة أخرى. يقول السائل: هل يجوز بيع الجلابيب الملونة بالأحمر والأزرق والأصفر؟ لا يجوز ذلك ولا حرج في هذا. يقول السائل: أحرمت والحمد لله وأود أن أؤدي العمرة عن والدي العاجز، وقد أحرمت من أبيار علي، فهل أعتمر من هذا الميقات أم من التنعيم أم من جدة؟ أعتمر عن والدك ولا بأس بك ولا بأس بذلك، ويحسن أن تكون عمرتك من أبيار علي أو من غيرها من المواقيت، ولا تكرر العمرة من التنعيم. يقول السائل: اعتمرت والحمد لله وأريد أداء عمرة عن والدتي المتوفية، من التنعيم أم من الطائف؟ من الطائف أولى لتكون عن سفر وعن قدوم إلى مكة من الميقات، يكون خير لك وأفضل. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.